تواصل الأجهزة الأمنية بوادي حضرموت تحقيق تطبيع الحياة وعودة الأمن تدريجيا لمديريات الوادي التي تعود معها الحياة العامة لطبيعتها. وعلى الرغم من شحة الإمكانيات الأمنية نتيجة للظروف التي تشهدها البلاد، إلا أن الأجهزة الأمنية تمكنت من ضبط عصابات متخصصة في سرقة المنازل في بعض المديريات. آخر أحداث ما تم ضبطه من قبلنا في إدارة البحث الجنائي في قضية سرقات المنازل في مديرية رخية، وتم استلام الملف من المديرية، من بحث المديرية، والاستكمال من قبلنا، والحمد لله بتعاون من المواطنين الشرفاء تم ضبط الجناة وعددهم 3 واعترافاتهم بقيامهم بسرقات تلك المنازل. من وقت إلى آخر تضبط أجهزة الأمن عناصر وعصابات أخرى، عصابة مكونة من 6 أفراد متخصصة في سرقة المنازل والدراجات، حيث تم استعادة جميع المسروقات التي بحوزتهم لأجل تسليمها لأصحابها. أنا نصيحتي للمواطن أنه يجي يبلغ، لحين في بعض المواطنين ما جاوا يبلغون لما يسمع أنه في سرقة حصلت موجودة في سيون أو مسكنها سارق، نقول له قدم بلاغ، يقدم لك بلاغ ويقول لك السياكة اللي سرقت لها سنة. طيب نعرف الشيء في سياكة تجي لعندنا وتروح لهكذا، كيف بنعرف ان هذا الرجال سيكل ولا ما سيكل؟ في ظل الجهود التي تبذلها الأجهزة الأمنية في المحافظة بشكل عام وفي مديريات وادي حضرموت على وجه الخصوص، تبدو الحياة على طبيعتها تماشيا مع الواقع التي تشهده المحافظة بعد ملاحقة عصابات السطو وطرد العناصر المتشددة والعمل على تثبيت الأمن على مختلف الجوانب. حداد مساعد، قناة بلقيس، حضرموت.